30 ديسمبر 2020، صباح عليكم بأجمل التحيات في صباح جديد تقضونه معانا في شمس البحرين. ويا هلا يا مرحبا فيكم. اكيد في البدايه صباح عليك بالخير والنور والسعاده والرضا والعافيه. ما شاء الله عليك ايمن، ما خليتي لي شيء ارد عليه. شيء صباح النور والسرور ايمان، يعطيك الصحه والعافيه وطاقه ايجابيه جميله من الصباح. يعني وسط اسبوع مفروض شوي في خلاص يفصلنا يوم واحد على الويكند، عرفت؟ يعطيك العافيه ايمان. اول شيء اصبح طبعا على متابعين شمس البحرين في هذه الساعه الصباحيه اللي راح نقضيها معاكم، ان شاء الله تكون خفيفه مواضيعنا ومحطاتنا المتنوعه. ايام ايمان تفصلنا عن نهايه 2020 يوم واحد. البعض عندهم هذه السنه المشؤومه، والبعض يقول لك انا استفدت منها وايد وتعلمت منها. باقي يوم واحد شنو تعلمتي من هالسنه؟ شوف بقول لك، هذه السنه كانت حلوه بالنسبه لي، حتى لو في يعني اهداف عندي تاجلت، عندي امور كنت حطيتها في بلان معين تاجلت عشان الجائحه، بس تعلمت شيء مهم حازم، تعلمت حتى لو كانت الظروف صعبه شوي ولا في تحديات، في بلان بي دائما، في خطه أكيد بديله أكيد. في اشياء ثانيه تقدر تسويها. اكيد فعلا، يعني البعض وايد، يعني مو البعض، يمكن الاغلبيه نقول ان هم تضرروا في هذا العام. صح. بسبب جائحه كورونا وبسبب الظروف اللي مرينا فيها، ولكن هذه مو نهايه العالم. نهاية الكل يعني حصل بديل مثل ما انت قلتي، وفي خطه بديله وبلان بي، والكل استفاد منها. صح، يمكن حازم اغلب كله خير، ترى ايمان كله خير. اغلب يمكن الضيوف اللي جونا حازم، اغلب المشاريع الشبابيه اللي استضفناهم كانت اساسا بدايتها في بدايه هذه الازمه الجائحه، اللي هم شلون حاولوا يطورون من مهاراتهم. الفراغ اعطاهم شنو؟ وقت ان هم يعطيهم شوي يطلعون امكانياتهم ومواهبهم. صح، بس ما اكتشفنا موهبتك ايمان. موهبتي طول السنه تكتشفها. كل يوم عندي موهبه حازم. يعطيك العافيه ايمان. الله يعافيك. وبدايتنا كالعاده طبعا مع احمد حسن ومشروبنا الصباحي. سامحيني استاذنك. تفضل خذ راحتك، خليني اشرب قهوتي العربيه بعد المجهز. احمد صباح الخير اول شيء، شلونك؟ طيب شو مجهز لنا اليوم؟ يلا بسوي لكم سبانيش لاتيه. سبانيش لاتيه، يلا. بارد اليوم، كل ما راح حار اليوم نعطيك بارد. يلا، الظاهر ان ايمان اثرت عليك وايد. لاني امس كنت واقفه عنده فكنت اقول له. اي وصلت هي اللي وشيتني ترى. انا ما اشوف احد يعطيني وايد كذي ايمان. لا لا فعلك، انا اضبطك فعلك الحين. باكر سوي لنا حار عاد احمد، خلاص باكر اسوي لكم مهرجان. مهرجان اوكي، نحب المهرجانات. باكر نهايه الاسبوع ونهايه السنه يا نهايه الاسبوع ونهايه السنه، وكل عام وانتم بخير. وانتم بخير والله، يعني ان شاء الله. يعني انزين، يعني احنا كنا نتكلم انا وايمان من شوي عن نهايه السنه والدروس اللي تعلمناها. انا صراحه تعلمت وايد اشياء، فعلا خسرت وايد اشياء ولكن تعلمت منها واستفدت منها. الكل وايد خسر. ها؟ الكل خسر. الكل خسر. انت شنو تعلمت من هذه السنه احمد؟ شوف هالسنه تعلمت فيها وايد اشياء، ومنها التراك دي من بلاد هالسنه ما شاء الله، التراك من الكورونا. هو الدافع كان بدايه من الجائحة. في البدايه كنا ما نعرف شو نسوي، محكورين والكل انحكر، بس عقب لا، عقب لمتى بتنحكر؟ صح، لمتى ما بتسوي يعني كل شيء بتوقفه؟ لازم انت بعد يعني تمارس حياتك طبيعيه. حتى ولو كان في ضغوطات، في اشياء لازم تسويها احترازيه، بس ما تحس ان هذه مثل ما قلت انت الحكره ما ولدت عندك مواهب، اي شيء مدفون عندك، اكتشفت ان انت يعني مبدع في جانب تغافل عنه. صرت نجار، صرت كهربائي، صرت باي فيت، كل شيء كل شيء كل شيء صرت. انت دائما تخش يعني ما تخليهم تشوفون. لا والله حقي انا، يعني خلي شويه حبه واحده وحبتين. اوكي. عرفت الكميه اللي انا حبها. هي لو تحط لها قهوه عربيه مع الحليب احسن بعد. صح. يعني ايمان عاشقه للقهوه العربيه. هاي حق ايمان. شكرا حازم. تفضلي. زاد فضلك، ما قصرت. الله. هذه الاسبانيش لاتيه. ها الاسبانيش لاتيه، احنا من البدايه ما شربناك شاي بارد. اي الحين خلاص ليش البرد اليوم؟ نشرب شاي بارد كل يوم. شاتي وبارد وكذي لازم اليوم شاي حار. لا اليوم شاي بارد لان بكره غير، وصير بكره كارك. لا زين الاسبانيش
كوفي كل شيء. عجبتك؟ اي زين. اشون يعني حط لي كميه قليله من الكوفي، الحليب شوي اكثر، فانا احبه كذي. مسوي لك كلش خفيف ترى. احسن شيء بسيط يعني. اي والله كلش خفيف. هني القوه الحين بتشوف لونه كله غير بصير. شوف حتى السويد نسوي لك خفيف لان انت ما تحب السويد. يظل احبته كذي. الحين كل ذي وسويد خفيف. دي؟ كل ذي حليب ما بغى ما بتحس فيها الحين. كلش تنتين تنتين ترى كبسولتين. انزين حليب مكثف. اتوقع الاسبانيش اغلب الناس اللي تشربه تشربه هو حار صح؟ يعني ما يحبونه بارد. الاسبانيش؟ اي. اكثر الاسبانيش كله بارد ترى. بارد. عشوة. استانستي على البخار. استانست. زين حطينا حليب مكثف. حليب مكثف. وثلج وشوية حليب. وكوفي. بس شلون تعرف المقدار مال الحليب؟ المقدار؟ ايه. تعودنا عليه ترى. ايه. يعني الكمية المقادير. الكمية في البداية ميزان. بس الحين خلاص. الحين خلاص ترى أنا اللي أسوي شيء بميزان المقادير ما أسوي عدل. لأن قاعد أحسب ولي كل شيء. خلاص تعودت الحين. كل شيء هاللون نفس ما تقول دبابة على الله بس ينضبط. الميزان خلاص ما استحمل. الحين خبرة الحين بالنظر. خلاص بالنظر يعرف الكمية. إي ما شاء الله عليه أحمد يعني خبرة سنوات في عالم القهوة والكوفي. ما خليتنا نساعدك اليوم. هاي لك. إي عشان ما نلعوز الدنيا. لا ليه أنت قلت خالهم بعيد ديلا. هاي لك. لا حازم ولا إي. اتوقع هم عندكم طريقه حق صبه الكوفي صح؟ يا كل ما تسرعين يا دوت اي بتنزل لك عدل. اوكي يلا حازم الحين عندك. تعلمي يا ايمان تعلمي. يلا تشوف. شوفين. يه 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 عاد ما يصير لان غيرت له اليوم القلاص ترى احمد، انا امس اعطيتني قلاص واحد ثاني. والله بيني وبينك نسيت الاغراض. صدق؟ وهذه الاسبانيش لاتيه. هاي بتكون بس انت حطيت دبل شوت. هني دبل شوت سترونج حتى لو انا بتشوفها قومج ترى. زين يلا نجرب الحين. يعطيك العافيه احمد. شوف الالوان مالك. اي في فرق صح. غامج شوي المشروب اللي لازم. طلع لي حليب كله. من تحت. يعطيك العافيه احمد. ما قصرت اكيد باكر بنلتقي. في نهاية الاسبوع. كل شيء غير. نهاية السنة. بداية السنة. مع مهرجان من المشروبات اللي مهرجان ان شاء الله كل عام وانتم حتى الكرك بنسوي حق. حتى الكرك حلو. تحب الكرك حازم؟ ومن ما يحب الكرك؟ انا بوتريك الكرك. انت من عالم اخر. انا كلش. يعطيك العافيه احمد ما قصرت نورتنا. ان شاء الله نشوفك باكر ان شاء الله. مشكور يا احمد. الله يسلمك. ها شلون الاسبانش زين؟ والله الحين بنجرب احنا. خلاص خليك تجرب عين. اوه لذيذ عجيب. كوفي طعم كوفي هاي اللي احنا ندوره. انا والله اللي عندي طعم حليب بس احبه كذي انا اكثر. اي خفيف. انت تشوفي فرق اللون بيبين صح. وايد صغيره. اربعه بس. بس اربعه ما فيها شيء. يلا ما عليك ان شاء الله باكر اجرب اشياء ثانيه. مشاهدينا الكرك باكر خلي الجهاز ان شاء الله. اكيد مثل ما عودناكم مشاهدينا ان كل اربعاء ناخذكم في جوله في المواقع الاثريه الموجوده في المملكه ونسلط الضوء على قطع موجوده من الاف السنين. خلونا نتابع معكم فقره الاثار مع زميلتنا جمان الذوالي وراجعين لكم. لطالما ارتبطت النخله بتاريخ وتراث البحرين، كانت ولا زالت جزء مهم من حضارتها حتى اشتهرت البحرين بلقب بلد المليون نخلة. وأكيد هذا الارتباط يعكس الكثير من الآثار الموجودة إلى اليوم في المتاحف والمواقع الأثرية المختلفة. طبعاً ثم أنت عارف أن النخلة تعتبر من أهم العناصر المرتبطة بالتراث والتاريخ البحريني، فانتقينا عدد من القطع المتعلقة بالنخلة لأن نعطي دلالة أن النخلة تواجد في البحرين من الحضارات المبكرة إلى اليوم. لعل يمكن نواة التمر التي عثر عليها في مستوطنة سار الأثرية، يعني هاي نواة التمر تتحدث عن عمرها 4000 سنة يعني 2000 سنة قبل الميلاد، كانت من ضمن كذلك البقايا الموجودة في مستوطنة سار، دلالة كذلك على ضرورة
التمر كعنصر أساسي من الحمية الغذائية للمجتمعات في تلك الحقبة، وكان ارتباطهم مباشر بالنخلة، إما من خلال المدابس التي كذلك تم العثور عليها في مناطق مختلفة كقاعات البحرين، تدل كذلك على استهلاك كميات كبيرة من التمور لإنتاج دبس التمر، وكانت هناك علاقة مباشرة مع الزراعة بالأخص في حقبة دلمون، كما نرى هذا المنجل الذي تم التنقيب عليه، كذلك دلالة على يعني شكل المنجل الآن لم يتغير كثيرا من تلك الحقبة، دلالة كذلك على استخدام المعادن في تفاعل مع البيئة المحيطة من تلك الحقبة، وهناك كذلك قطع مشابهة متعلقة بالزراعة في المقتنيات تؤكد لنا العلاقة المباشرة بين المجتمعات في حقبة دلمون والبيئة الزراعية. ولعل يمكن أنت دائما تفضلين الأشياء النادرة والفريدة مثل ما طلبته، يعني هذا القرص الذي تم التنقيب عليه في موقع قلعة البحرين من قبل بعثة التنقيب الفرنسية عام 2015، يعني يمكن من أجمل القطع المتعلقة بالنخلة، يمكن جماليا يعني في قطع أجمل لكن تاريخيا جدا مهم. هذا كما ترين هو يعني بالنقش الأكادي، هو عقد ما بين شخصين متعلق بالتجارب التمر، فلدينا قطعة متكاملة، يعني عادة القطعة يعني متهالكة أو منشق جزء منها أو منكسر، لكن هذا عقد متكامل بين شخصين متعلق بالتجارة في التمر. لكن الجدير بالذكر أن هناك تاريخ لهذا العقد كذلك، والذي عندما ترجمه تبين أنه تقريبا 506 قبل الميلاد، فهناك عام متعلق بهذا العقد شبيه جدا بالعقود الحديثة بما يتعلق، وعادة ما يكون هناك شهود لهذه العقود، لكن هناك جزء من هذه القطعة تم مسحها، لكن عادة يتم مسح المعلومات في حالة تم سد أو الانتهاء من العقد أو أيا كان، ربما إذا كانت أسماء الشهود موجودة في الخلف، لكن الجزء الأخير في هذه القطعة التي تشير إلى أن هذا العقد أبرم في مدينة دلمون، وكون أن هذه القطعة في موقع قلعة البحرين لعلها هي عاصمة دلمون قلعة البحرين التي تم عقد هذا الاتفاق بين هذا الفردين تقريبا يعني 500 سنة قبل الميلاد، قطعة جدا مهمة ليس فقط على نطاق البحرين ولكن على نطاق الإقليم، تبرهن كذلك أهمية التجارة في التمور من تلك الحقبة. ولعلنا ننتقل كذلك لحقبة تايلس، هذه من القطع الجميلة عندما نتكلم عن الجماليات، هي قطعة بشكل تمرة إذا لاحظتيها، مصنوعة من الزجاج، موجودة كذلك من خلال التنقيبات في البحرين، لكن هي يعني موجودة كذلك في منطقة شرق البحر المتوسط، متعلقة بحضارة تايلس، ولكن كذلك ليس فقط الجمالية في شكلها، لكن التقنيات المستخدمة في صناعة الزجاج وإبراز هذه الأشكال تعد تقدما في تلك الحضارة، وأعتقد أنها من أجمل القطع الموجودة المتعلقة بالتمور في البحرين. شكرا للزميلة جمانة دوادي، دائما يعني جمانة مبدعة وتخلينا نشوف أماكن ما يعني نشوفها كل يوم ولكن بشكل مختلف. هذه الجميل في هذه الفقرة، نتعرف على أشياء جديدة وعلى حضارتنا وتراث مملكتنا الحبيبة. ننتقل معكم لفقرتنا التالية متابعينا في مطلع عام جديد، يكون لنا فرصة لتغيير أنفسنا وتجديد طاقاتنا ووضع أهداف ورؤية جديدة في سبيل التغيير للأفضل وتحسين مستوى حياتنا على جميع الأصعدة. وللحديث أكثر عن استعدادات النفسية بالتحديد للعام الجديد، تكون معنا في رسيد المدربة الدولية المعتمدة والأخصائية الاجتماعية سحر حمدي. صباح الخير ونور وسرور أستاذ. صباح الخير والسعادة والهنا والسنة الجديدة، ولا العام الجديد تختاروا مين؟ في فرق بين العام والسنة؟ طبعا العام فيه خير والسنة لا قحط. افا فلذلك هتلاقي انه عندنا في البحرين ودول الخليج هتلاقي يقولوا عام، كل عام وانتم بخير. صح. فالعام خير
بس في ناس يقولون كل سنه وانت طيب بعد. يعني هم مش واخدين بالهم قوي، ممكن لانه احنا اصبحنا العالم كله اصبح شيء واحد، فبناخد من بعض لهجتنا وطريقتنا في الكلام. العام اللي هو الخير، الخير والتفاؤل وكل شيء حلو. كل شيء حلو. والسنه اللي هو سنه القحط. حلو والله، انا اول مره اعرف هالمعلومه. انا بعد معلومه جديده صراحة. معلومه جديده الصراحه استاذ، بس لكن اكيد في بدايه اللقاء ودام استفدنا من هذه المعلومه ودنا ايضا نتعرف على التفاصيل اكثر، شلون ممكن نستقبل العام الجديد؟ احنا ما بنقول السنه الجديده، بنقول العام الجديد 2021. كويس. الحقيقه انا عن نفسي استعدت له. استعدت له ازاي؟ عن طريق شعار، عملت شعار يخصني وشاركت كل متابعيني على الانستغرام، وقلت فيه قوتنا في ايه؟ في وحدتنا وهزيمتنا في فرقتنا، لا تبديل ولا تحويل. 21 غير، اللهم اجعل مع البركة بركتين. ايه قصة الشعار؟ الشعار الشعار ده مبني على 5 أركان رئيسية: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعم. احنا النهارده مرينا في العام اللي فات، خلينا نقول لانه هو كان يعني اللي احنا فيه يعني لسه ما زلنا بخير، هو فعلا خير، قدر الله علينا وعلى العالم كله انه نعيش اجواء كورونا، نسال الله السلامه والعافيه. يا رب. ولكن واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، دي معناها ايه؟ معناها انه ده دورنا النهارده لما نلاقي انه في تخفيضات كتيره ننزل نشتري وندي للفقير. في بطاله النهارده، ان ناس كتيره سابت اشغالها، دورنا النهارده ان اللي معاه قرش يساعد. ده دور، يعني المساهمه والعطاء، يبقى قوتنا، ثقافة العطاء. يبقى قوتنا هتكون في ايه؟ في وحدتنا، في الوحدة. يبقى هنتصرف ازاي؟ الأقربون أولى بالمعروف، هنشوف الأقرب، هنشوف الأهل وبعد الأهل هنشوف المحيط اللي حوالينا. ده بيخلينا دايما باستمرار بنعيش في حالة من القوة، ومن القوة نستقبل عام جديد. ليه من القوة نستقبل عام جديد؟ لأن البدايات القوية تبشر بنهايات قوية. مرينا بكورونا، ما زلنا في كورونا، هننام ونصحى من 31 ل1 يناير 21، الدنيا مش هتتغير فجأة، ولكن ايه اللي هيحصل؟ انت لازم تغير. انا داخلة ل21 بنية مختلفة، داخلة عليها بقوة. قوة ايه؟ حسن الظن في الله تبارك وتعالى. كورونا هيروح زي ما غيره راح، اكيد لأن دي سنة الحياة. انزين استاذة، يعني انت ذكرتي في بداية اللقاء المفاهيم، ان العام يختلف عن السنة، المفاهيم الصحيحة واختيارك للمفاهيم له دور كبير في التغيير وله دور كبير في حياتك الشخصية. زين، خلينا نتكلم عن دور المفاهيم الصحيحة للقضاء ان شاء الله على جائحة كورونا. مش بس كورونا، على اي أزمة في حياتنا. اول حاجة بتحصل لنا ايه؟ لما بنمر بأي أزمة، وإحنا مرينا بأزمات، ناس كتيرة توفيت وناس كتيرة مرضى وقلوبنا معاهم، أول حاجة بنعملها إيه؟ نقول إن لله وإنا إليه راجعون. يعني المفاهيم بتتغير. يعني إيه برضو؟ يعني بنعيد صياغة تفكيرنا، بنبرمج عقلنا بشكل مختلف. اللي بيه بيساعدنا نكون أفضل، دايما نكون افضل. يبقى المفاهيم، ما نقولش بقى هذا ما كان عليه اباءنا، لا ده مش مسموح. مفهوم جديد. ايوه. احنا عندنا عقل وعندنا قلب، ها لازم نفكر، لازم نشوف هنقدم ايه لحياتنا اللي في الدنيا دي وحياتنا اللي في الاخره. زين استاذ، احنا انت ذكرتي احنا لازم نغير اللي في داخلنا في مفاهيم جديده، ما نمشي يمكن على اللي مشوا فيه، على ابائنا واجدادنا في هذا الموضوع بالتحديد. شلون ممكن انا استقبل هذا العام الجديد؟ شلون ممكن اغير هذه المفاهيم اللي عندي؟ احنا نعرف ان المفاهيم تحتاج يمكن شوي اصرار، عزيمه اكثر عشان انا اغير نفسي من داخل. فشلون الامور اللي لازم اتبعها عشان اغير نفسي من داخل؟ شوفي، اي تغيير حقيقي لا يبتعد بأي حال من الأحوال عن العلم. العلم رقم 1، العلم رقم 2، والعلم رقم 3.
لازم نتعلم نواجه مشاكلنا ازاي، لازم نتعلم، لازم يبقى عندنا معرفة، لازم يبقى عندنا طموح، لازم يبقى عندنا رؤية واضحة ومحددة لمواجهة كل الأزمات، كل المخاطر، مش كده وبس، عشان نستعد لاستقبال أعوام جديدة إن شاء الله رب العالمين. طيب خلينا نشوف نقدر نحصرها في محاور، نقدر بحيث إن إحنا نشوف قوانين. إيه القوانين دي؟ من ضمن القوانين عندنا قانون الجذب. نعم. أنا وايد أؤمن في هذا القانون. دائما تتكلم عنه. إيه؟ إيمان. إيمان. إيمان على فكرة يعني غير إن أنت اسمك جميل جدا. الله يسلمك. لأنه الإيمان هو عقيدة ويقين. فإذا قانون الجذب محتاج إيمان. إيمان وإصرار. ليه؟ هاتيلي الدليل، قوليلي الدليل موجود في كتاب الله. على طول في كتاب الله. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. دي في آية، يعني الاستغفار بيجيب لك مزيد من الخير والبركات. أكيد. اهتدوا والذين اهتدوا زدناهم هدى. يبقى دي معناها إيه؟ أنت في الحال والوضع اللي أنت فيه زي ما أنت بتطلب زيادة. قولي أنت فين النهاردة، أقول لك هتبقى فين بكرة. عندك إصرار وعزيمة وقوة، بكرة هتكون يعني الإيمان. الإيمان بالقوانين بيجذب، بيساعدك على تطوير ذاتك. هو ده. ومنهم قانون الجذب، يعني لأنه قانون حقيقي فعلاً. فعلاً يعني أستاذ أنا أؤمن فيه، ويعني مريت في وايد أمور طبعاً، وحطيت في بالي قانون الجذب. وكنت دائماً أقول يعني باسعة حق الشيء اللي أبي بوصل حق هذا المركز، فعلاً لأني مؤمنة بهذا الشيء اللي أبيه، فوصلت لقانون الجذب. وده بيجي عن طريق حسن الظن. يعني أنت عندك ظن، عندك يقين، وعندك عقيدة، وعندك إصرار وعزيمة على أنك هتحققي ده، هتحققيه بإذن الله سبحانه وتعالى. الله بقى، الله لما يصاحبه حسن النية، الإخلاص. الإخلاص مهم على فكرة. أي حد يخلص في عمله مهما كان هو إيه، طب ما هو الشيطان بيخلص في عمله وبينجح. مين الأولى، إحنا ولا هو؟ أكيد إحنا. فعلاً أنا مؤمن في حسن الظن للأمانة. مفيش كلام. يعني فعلاً لما أنت تظن بنفسك بالخير وتظن بالله. أيوة. يعني رقم واحد. هاي بالله. هاي واحد يعني، والله سبحانه يقول أنا عندي حسن ظن عبدي بي. فليظن بي. ما شاء. فأنا مؤمن جداً بهذا الشيء. يعني في تقارب. في تقارب. يبقى دي معناها نقدر ندخل 21 ونخلي 21 غير، ولا مش غير؟ هيبقى غير. أكيد. لما نبقى قوة كده، إيه اللي يحصل؟ هندخل عليه بقوة مختلفة، بنية مختلفة. أنزين أستاذ، ننتقل إلى مصطلح التنمية المستدامة. يا سلام على التنمية المستدامة. أنت من يعني مشجعين هذا المصطلح ودائما ترددينه. هقول لك ليه. التنمية المستدامة، أنت بتحب الصدقة، كلنا بنحب الصدقة. لما تشوف أن أنت بتدي النهاردة لجيلك والجيل اللي بعده واللي بعده واللي بعده، وممكن إلى أن يشاء الله. يعني كل واحد وبقوة نيته اللي جواه، شغله هيفضل لغاية فين. فالتنمية المستدامة تدل على عمل جاري، سواء أنا كنت موجودة على وجه الأرض ولا لا، إنما عملي جاري يدل على الصدقة. فالنهاردة لما تيجي تعمل تنمية مستدامة في المجتمع بتاعك، مش كده وبس، تقدر تنوي إن أنت بتعمله للعالم كله. صح. يبقى أنت كسبت كل بعدد الأنفاس دي كلها. فأنت ونيتك. والله يعني حديثنا شيق معاك أستاذ سحر، يعني وودنا يطول ولكن لضيق الوقت، بس أكيد لقاءاتنا متجددة معاك بإذن الله. كل عام وانتم بخير وانتم بالصحة والسلامة، وإن شاء الله يكون عام سعيد وخير وسعادة على الكل، علينا وعليك يا رب. اللهم شكرا لك أستاذة سحر، نورتينا. يعطيك العافية. شكرا. نطلع فاصل؟ نروح فاصل وراجع لكم مع باقي محطات شمس البحرين. رجعنا لكم من جديد مشاهدينا من بعد الفاصل، وحين ننتقل لكم أكيد لفقرة الموضة. تركيب الرموش اليوم أصبح من أساسيات أغلب البنات لأنه يعطي جمالية للعين،
واليوم السوق فيه ما شاء الله وايد براندات الرموش وبالذات البراندات البحرينية في هذا المجال. للحديث أكثر في هذا الجانب من عالم الجمال والتجميل، معنا اليوم في الاستديو خبيرة التجميل وصاحبة مجموعة خاصة بالرموش نورة جناحي. صبحت الله بالخير، يا هلا يا مرحبا فيك نورة. صبحت الله بالنور إيمان، أهلا. يا هلا فيك. اليوم راح نتكلم عن موضوع جدا مهم، راح نتكلم بالتحديد عن الرموش. احنا في عالم المكياج نعرف نورة عشان يكتمل اللوك لازم نضيف لمسات خاصة او نحط رموش سواء كانوا خفيفة رموش كانت ثقيلة على حسب المناسبة. لكن قبل ما ندش في هذه التفاصيل نبي نتكلم عن بداية مشروعك ودخولك عالم التحديد، عالم التجميل وبالتحديد عالم الرموش. طبعا اذا بتكلم عن البداية، انا بديت كخبيرة تجميل او خلينا نقول ميك اب ارتست صغيرة، انزين. وكنت بدايتي طلعت في لقاء كأصغر ميك اب ارتست بحرينية مع الله يذكرها بالخير شيماء رحيمي في 2015. بديت كان عمري 17 سنة وأمي وايد شجعتني على هاي الشيء، والحمد لله اليوم احنا في 2020 داشين على 2021، صار عندي خبرة تقريبا إلى 6 سنوات. فلاحظت ان الناس وايد يعني تحب الرموش، والرموش وايد تضيف على اللوك. طبعا هاي الشيء يعني كلنا عارفينه، وانا وايد اشجع على انه يعني الواحد اذا بتسوي ميك اب لازم تحط رموش شيء عشان شيء بسيط لو حتى شيء ناعم. فهاي كانت بدايتي، وحسيت ان انا لازم اسوي لي لاين خاص عشان يعني اضيف حق مكياجي. مجالك ومشوارك في عالم التجميل، يعني ما شاء الله نورة انت يعني ما شاء الله اسم كبير في عالم التجميل وفعلا معروفة في وسط يعني عالم الميك اب وعالم الجمال. لكن اليوم توجهك انك تفتحين او تدخلين في عالم الرموش، تفتحين لك مجال او لاين معين للرموش، اكيد هذا يعطيك دافع اكثر عشان ان انت تعرفين شنو يبي السوق وشنو البنات محتاجينه واللوك يطلع بطريقه مختلفه. فاحنا نعرف ان ايضا للرموش في اساسيات معينه، يعني البنت لاختيارها للرموش لازم في معايير معينه، مو كل رمش يناسب كل بنت. فخلينا نتكلم عن هذه النوع من الامور وشون اختيار الرمش لكل بنيه. انزين شوفي، انا يعني جبت يعني ركزت على شيء اساسي. لاحظت ان خصوصا حق عيني انا عندي مساحه صغيره، حتى انت ايمان يعني تعرفين احنا مساحتنا وايد صغيره. ففرموشي ركزت ان احنا بالذات احنا نحصل يعني رموش تناسب عيوننا، لان وايد كانت هبه الرموش انه لازم شيء يكون اوفر وشيء وايد يعود على العين. فاغلب الرموش اللي جبتها تكون قصيره وتناسب العيون اللي ما فيها مساحة. حلو. جبت كولكشن يناسب العيون اللي فيها مساحة عودة، مساحة أكيد كبيرة وسيعة، بس ستيل يعني ركزت على المساحة الصغيرة، لأن فعلا إحنا ما نحصل لقصة قصتين وخلاص. وبعد نفس ما قلت لك إن هما في النهاية يعني أشياء حق أعراس، يعني الكولكشنز حق أعراس أكثر شيء، وفي حق مناسبات عادية. بس انا يعني في الايام العاديه ما افضل ان الوحده وايد تحط رموش وتطلع بلوكات ثقيله، فنفس ما قلت لك ان ركزت على لوكات اليوم مالت العروس والمناسبات للمناسبات للاحتفالات بالضبط. وغيرها بالضبط. يعني اليوم حتى اي ميك اب ارتست او اي شخص يبي يتوجه انه يسوي له لاين خاص بالرموش، اكيد في اشياء بعد لازم تركزون عليها، اختياركم للشعر للرمش نفسه، اكيد في امور كثيره من ناحيه نفس ما قلتي القصه، في انواع مختلفه من العين، في العين الصغيره، في العين الكبيره، في العين المسحوبه، فكل عين لها رمش معين. فخلنا نتكلم بالتحديد عن الانواع واختيارك للشعر نفسه للرمش. انزين شوفي، انا جبت 2 كولكشنز، جبت طبعا كلهم مينك لاشز، الشعر مينك اللي هو افضل انواع الشعر للرمش، يكون جدا طبيعي ويشبه حتى الرموش الطبيعيه. ليش؟ لان هي تكون اخف على العين، تقدرون تستعملون اكثر من مره، صح نوره؟ اب تو 20 تايمز اذا انت استخدمتيه بطريقه زينه. وانا يعني احس ان الواحده لو استخدمت الرمش بطريقه صح تقدر حتى لو فوريفر عادي تستخدمه وتحافظ عليه، يعني يكون في تنظيف بالضبط. انزين جبت 2 كولكشنز، جبت اللاين اللي يسوي لك اي لاينر، انزين، وسميته بارتي جلام، انه هو يعطيك لاينر وتقدرين بس توصلينه في النهايه باي لاينر. انا الحين لابسته، ما شاء الله انا مو حاطه اي لاينر اليوم، فهو منه بس من الطرف ومن قدام، يعني ما تعبت روحي، بس شخطه من الطرف شخطه من قدام، وعطاني لوك اي لاينر كوم. هذه حق البنات اللي ما يعرفون يرسمون كحل نفسي. بالضبط، لا تتعبون روحكم، بس اخذوا الهاي وحطي لون من الطرف. وجبت الديلي، ان انت تبين شيء كلش خفيف، ها يعني هاي شفاف اللاين ماله ومجرد يعطيك كثافه بسيطه حق العين.
ومثل ما قلت لك ركزت على انه يكونون منك وطبيعيين كلش، لان الرموش الصناعيه وايد يعني اول شيء انت بتدفعين وبتستخدمينهم استخدام ولا استخدامين وبتقطين، صح؟ يعني بتقطين فلوسك على الفاضي، اما المنك بتمون لك فتره طويله وشكلهم وايد ناعم وخفاف على العين وما يتعبون. هاي اهم شيء عندي ان هم ما يتعبون العين، وخليتيه بطريقه سهله يعني البنت تقدر تحطه بنفسها بالضبط. وتشكل الرمش بالشيء اللي هي تحبه ومع اللوك نفسه. أكيد. نورة الحين العرايس يعني نعرف يحبون اللوك شوي يكون في نوعين، في ناس اللي يحبون يكون لوك العروس شويه اوفر يعني مبالغ فيه عشان هذا يوم تتميز فيه ولازم المكياج يكون واضح، في بنات يعتمدون في الحفلات او المناسبات او البنت تعتمد في عرسها ان المكياج يكون بسيط وناعم وخفيف، فانت مسويه الرموش اكثر من نوع عشان البنت تختار اللي تبي. لكن عاده لو العروس بتحط الرموش اللي شويه تكون ثقيله، فشنو الميك اب اللي ممكن يركب مع هذه الرمش؟ هل لازم هي تحط الوان معينه او ممكن تحط مثلا لوك معين سموكي ولا غيره، ولا ممكن الرمش يمشي مع كل انواع خطوط عالم المكياج؟ شوفي الرمش هو اكيد على حسب اللوك يعني بس اهم شيء في معايير معينه، انه اوكي لما انت بتثقلين في اللوك وايد طبيعي لما بتحطين يعني الرمش كلش خفيف يمكن ما يبين في اللوك، عرفتي؟ يعني بتسوين سموكي بتحتاجين مثلا الايلاش اللي فيه لاين البلاك عشان يبين اكثر، بتحطين لوك ناعم تحتاجين يمكن الاثنين عادي، هو في النهايه الرمش بس بيعطيك كثافه حق العين. يختلف من لوك للوك، ساعات في لوكات يعني اساسا تسحب العين فانت ما تحتاجين تحطين رمش يسحب عينك اساسا، فشي يصير اوفر يعني. الحين في بنات يعني عينك اساسا مسحوبه تروحين تحطين رمش يسحب عيونك الزياده فما تحتاجين ذي الشيء، فهاي اللي لازم يفهمونه. كل عين يختلف الرمش اللي يناسبها، ما يصير تروحين تشوفين رفيجتك تحطين الرمش نفس اللي هي حاطته، صح؟ It's really different. ما يصير انا اي واركب اي شيء على عيني. نورة شلون البنت تعتني بالرمش؟ انت قلتي ممكن الرمش يا يكون معاش طول العمر يا ممكن استعمال مره مرتين وخلاص، ممكن يطول معاش ل 20 30 مره، صح؟ فشلون الطريقه الصحيحه للاعتناء بالرمش؟ انزين اول شيء ان انت تستخدمين الجلو صح، وانا دائما يعني اركز ان الجلو مالي اللي ينشال نتفه واحده كذي زين، لان هاي الجلو لا بيخرب رموشك انت يطيحهم ولا بيخرب الرمش نفسه، فيعني هاي الجلو سهل تركيبه وسهل انك تشيلينه من الرمش نفسه، حلو؟ لا تحطين عليهم مسكره. الرموش اساسا صانعينهم عشان تركبينهم ويعدلون لك رموشك، تحطين عليهم مسكره تخربين شكلهم ليش؟ فيعني شكل الرمش اساسا عشان ينحط جاهز، فانت بتحطين على رموشك المسكره بعدين بتحطين الرمش، تبين يمكن يصير جاب شوي بين الرمشين بتجيبين هاي اللي تكبس الرموش ويعني عشان تركبين الرموش وتوصلينهم مع بعض. بالضبط وذات سول اوكي. واحيانا ساعات يصير مع الاستهلاك شوي يعني ممكن يتعبون يصير لهم مسكره، تقدرين تجيبين الميك اب ريموفر اللي يكون ووتر بيس نفس سبايدر موذلين اللي كلهم ووتر بيس، تحطين الرموش فيهم اوفر نايت تقومين ثاني يوم وبس، انه بتشوفين حتى الجلو يقوم بشذي يعني تنقعين الرمشه بالمصطلح العام. بالضبط تنقعين الرمشه داخل بالضبط تنقعينهم وبس تجففينهم وكل شيء بيصير تمام وبيرفكت ويرجع نفس ما كان، تقدرين تستعملينه اكثر من مره نفس ما كان. نروحين بعد البنات اعتمادهم دائما على الميك اب اللي يكون نو ميك اب لوك او الميك اب اللي يكون وايد خفيف يعني يمكن تنت حمره وخلاص. أكيد. ففي بنات لما يسوون هذا النوع من الميك اب يحطون الرمش بس اللي يكون وايد خفيف، فهل انت ركزتي على مجموعتك ايضا انه يكون هذا الرمش متوفر حق البنات اللي تحب هذا النوع من اللوك؟ اوت اوف ستوك. شوفي حتى كلهم يبي منهم قطعتين لا هو اللي كان بيخلص وهاي تمه واخر قطعتين يعني وهاي نفس الشيء يعني الرموش اللي وايد خفيفه ما شاء الله خلصوا انزين، وحاليا بايب كولكشن جديد ان شاء الله قريب، وهاي الكولكشن اعتماده كليا لان ترى هاي الكولكشن كله كان من 2019 فما شاء الله كلهم طاروا والحين ما شاء الله قاعد تحضري كورونا فما صار سيزن فوقفت شوي، فان شاء الله الحين مع السنه الجديده كل شيء يرجع وباذن الله يعني ان شاء الله تمشي وتخلينا ان شاء الله يا ربي تعدي هالجائحه ونكون ان شاء الله يا ربي. التركيز كله بيكون على اللوكات السمبل والرموش الخفيفه لان لاحظت ان الناس خلاص رجعت الحمد لله على اللوكات الناعمه والرموش الناعمه لان يعني صدق هاي خلاص يعني احس انه
احلى وانعم والعين تطلع بصوره احلى وايد. صح، البنات دائما يحبون الميك اب الخفيف. اذا تسمحين لي نوره بس استعرض وياك، قلتي لي هذه هو اخف شيء صح؟ هاي اخف ستوك عشان حتى المشاهدين يقدرون يشوفونه. هذه شعرات المنك يقدرون يستعملونها اكثر من مره ويحطونها يعني حق المكياج اللي يكون خفيف وما يكون يعني اوفر، فيقدرون يستعملونه ازن ديلي حتى. نورا، انا دائما اشوف خبيرات التجميل حق العين الصغيره نفس عيني يقصون الاطراف من من انا احس ايمان هذه بيناسبك اكثر. شوفي هذه اخف بعد من جدو من اللي عندك، وتشوفي من الطرف كثيف. انا اذا قصت الطرف بيصير اخف. تقصدين ذي النوع؟ اي صح. هاي انا مسميتهم شوفي على اسامي المارفل، لان انا عندي المراه لازم تكون قويه ومجتهده، فانا سميتهم على المارفل. حلو. زين، فهاي اسمها كات وومن وهاي اسمها سوبر وومن. فانا احس انت شخصيتك سوبر وومن. انا شخصيتي سوبر وومن. الله، خلاص سوبر وومن عيل نوره. زين، ويناسبك وعايش بالعافيه. الله يعافيك حبيبتي. بس نوره، يعني انا دائما ودي اسال هالسؤال، يمكن في بعض المشاهدات اللي يعانون هالمشكله نفسي. يعني انا اشوف ذي الرمش مثلا اطول من عيني، انا عيني صغيره. صح. فهل اقصه من النهايه ولا اقصه من البدايه؟ الرمش ما ينقص من البدايه، لان دائما لاحظي انه من البدايه قصير من النهايه اطول. فانت تقصين من النهايه عشان ان النهايه يكون اطول. وهم ليش يسوون الرمش طويل؟ عشان يناسب كل عين. فلما انت تقصين من النهايه، لان في عيون تكون وايد طويله. صح. ما شاء الله. صح. وفي ناس يعني ما شاء الله تخيلي نهايه الرمش بعد ما يكفيهم. تحتاج تحطين اكستنشن. فاحنا عيننا قصيره يعني، فنحتاج نقصها. أيه. حرام عاد نص الرمش يروح. فانا تعرف ايش اسوي فيها؟ احطها في الطرف بس عشان يطول. انا احب يعني احب استعمل بس الطرف عشان انه يعني اخليه بشكل طبيعي. والله حبيت حتى اسامي يعني الكولكشن اللي اطلقتي. اكيد نوره، في النهايه ودي اسالك هالسؤال، شنو الخطوط في عالم الرموش الجديده، او شنو الكولكشن الجديد، او شنو الموضه الجديده في 2021 حق عالم الرمش؟ انت قلتيها، ميك اب نو ميك اب والاشياء الخفيفه الناعمه. وانا وايد سعيده ان هاي الموضه رجعت، لان فعلا يعني الناس وايد قاعده تطلع بترندات اللي تخرب روحها، ودائما تحط اشياء اوفر وكذي. حلوات البنيه تكون سامبل. انا دائما في اي مكان اطلع اقول ذي الشيء. يعني شوفي اتذكر حتى سويت هاي نوراج تبس اللي طلعت فيه اخر شيء، اقول الوحده تركز على الجمال الطبيعي. الجمال الطبيعي صح. لان يعني الوحده حلاوتها تكون ناعمه بملامح البسيطه البسيطه مع شويه رتوش والامور. لا يقصون عليكم، يروحون يقول لكم سووا. اتوقع الحين ما شاء الله نوره البنات كلهم صار عندهم وعي في عالم المكياج. وانتم اكيد خبيرات تجميل بعد، ما تقصرون على الفيديوهات اللي تنزلونها في السوشيال ميديا. فاكيد نشكر تواجدك وحضورك معنا نوره جناحي خبيره التجميل. شكرا. وبالتوفيق ان شاء الله في هذا الكولكشن. مشاهدينا، زميلتنا حصة دوي تطل علينا كل يوم أربعة وتسلط الضوء على إنجاز من إنجازات المرأة البحرينية. نتابع فقرتنا الأسبوعية أنتي قدها وراجعين لكم. نادية، فقرة انتي قدها دائما تكون فخورة باستضافة فتيات بحرينيات شباب رائدات في مجالات مختلفة ومميزة. طبعا مجال الشعر أحد هاي المجالات، دائما نقول الشاعر يكون حاضر في كل المحافل، في الفرح في الحزن، وهو أكثر إنسان يعبر عن مشاعر الناس. كلمينا عن بدايتك في مجال الشعر. بدايتي انطلاقتي كانت من مدارس، يعني المدرسة كانت هناك تنظم مسابقات ثقافية تعنى بالخطابة، تعنى بالإلقاء، تعنى بالشعر. فكنت أشارك في الإذاعة المدرسية، كنت أشارك في مسابقات على مستوى المملكة. وهذه المسابقات أهلتني والحمد لله، يعني إلى أن في المرحلة الثانوية حصلت المركز الأول في مجال الشعر على مستوى المدرسة. وأيضا المستوى يعني كانت مشاركاتي أيضا في مع إدارة الأنشطة الطلابية في وزارة التربية. ولكن الانطلاقة الحقيقية لي كانت من جمعية الشعر الشعبي. هني بدينا نفرق بين الخواطر اللي كنا نكتبها وفعلا ما هو الشعر على أصوله، على جزالته، على نظمه. من هني بدينا كنا يعني كانت مرحلة هواية، ولكن
فعلا صقلنا هاي المرحلة بعد ما يعني أخذنا المنحنى والمنعطف الآخر اللي هو كانت انطلاقتي الفعلية في جمعية الشعر الشعبي. نادية، أنا أتذكر بما أنك كنت زميلة معاك في نفس المدرسة، كنت دائما ألاحظ أن ما شاء الله نادية بيكون لها مستقبل وايد كبير في الشعر، بس أنت تخطيتي هالموضوع. في شاعرات كثير في البحرين وفي الخليج بشكل عام، وجود المرأة في مجال الشعر قديم، ما هو يعني بيديد، لكن أنت تميزتي في أمور أخرى، الإدارة، إدارة جمعية الشعر الشعبي، مشاركاتك في الأوبريتات. كلمينا عن هذا الجانب وشنو الصعوبات اللي أنت مريتي فيها يعني؟ بلا شك الواحد يحاول يسعى أنه يطور من نفسه، من قدراته، يعني يحاول يأخذ الجانب العلمي من حياته ويصقله بالخبرات، وعلاوة على الموهبة اللي الواحد يعني رب العالمين أكرمه فيها. فهاي الخليط، هاي المزيج يولد توليفة مغايرة. يعني الحمد لله شفت نفسي يعني بديت أول أوبريت لي كان أوبريت تباها لحفل عيد العلم لوزارة التربية والتعليم، ومن ثم توالت يعني كان في 2012 بعد أوبريت تحت رعاية وحضور سمو الشيخ ناصر، وبالإضافة إلى إشرافنا على العديد من الأوبريتات، علاوة على كتابة الأوبريتات أيضا. يعني وكتابة الأوبريتات مو أي حد يقدر يسوي. أنا لاحظت حضور النساء في هذا الجانب مميز وفريد، يعني أنت كأنك خطيتي خطوة مميزة. ما عليك زودي، طول لي بعمرك. يعني الواحد يحاول أنه هو يأخذ أكثر من مكان، أو يأخذ أكثر من جانب. الشعر جدا جميل، كتابة القصيدة تشوفين نفسك تعبرين عن هاي الطاقة الكامنة، تطلعينها بأبيات يستشعرها المتلقي والجمهور، ولكن مو بهاي اللذة الحقيقية اللي أنت يعني أنا شفت نفسي فيها. أنا شفت نفسي في الإدارة أكثر، عندما أقوم على عمل فعاليات تنهض بالقطاع الأدبي والثقافي في المملكة وتشرف مملكة البحرين بين دول خليجية وعربية، هني فعلا إحنا نستشعر هاي الفرح. إنزين، لو بجيك أنت وأقول لك أنت نادية الفتاة البحرينية الشابة الطموحة، شنو الصعوبات اللي واجهتيها؟ بنقول حدك من مجال الشعر، الإدارة، إدارة هذه الجمعية، هذه المسؤولية لدورات متتالية، شنو الصعوبات اللي واجهتي؟ هل كان سهل؟ طبعا البحرينية قدها، وأنا فقرتي هي وفقرتي اسمها أنت قدها، وأنت فعلا قدها، فواجهتي صعوبة؟ بالفعل يعني أنا ترشحت لانتخابات في مجلس الإدارة في جمعية الشعر الشعبي سنة 2014، كانت البداية. أني أنا كنت يعني حبيسة لجان، كنت في البداية لجان إعلامية، لجان إشرافية على الانتخابات وكذا، ولكن ما خذيت الجرأة أني أنا يعني أدخل معترك مجلس الإدارة إلا في 2014. هذا التحدي، وأن أنت يعني في أصوات ياتك تؤمن بوجود المرأة في مجالس الإدارة، يخليش تبذلين المزيد وتحطين يعني على عاتقك بالضبط، ان انت تبين تراونهم فعلا ان المرأة البحرينية كفو وقدها. نادية، رسالة توجهينها حق كل فتاة بحرينية، اعطينا شي رسالة بسيطة كبوش، كدافع حق كل امرأة بحرينية شابة ان هي تدش مجال الشعر، شنو الرسالة تقدمينها؟ احنا الحمد لله يعني في مملكة البحرين نحظى بدعم كبير من المجلس الأعلى للمرأة، وعلى رأسهم سمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة والدة الجميع الله يحفظها. اللجان اللي قاعدين نشوفها في جميع الوزارات واللجان الأهلية والجمعيات، تكافؤ الفرص، لجان تكافؤ الفرص مكنت المرأة وعززت من حظوظها وخلتها يعني مثل المنارة اللي يعني تشرب في كل الميادين، خلت نجمها يسطع ويبزغ في كل المجالات. لم تعد يعني لم يعد مثلا التعليم يعني بوابة للمرأة، او ان مثلا الصحة، او نشوف المرأة البحرينية تميزت في كل المجالات. يعني ما يكاد يكون في مجال الا المرأة البحرينية تخطته
وأنجزت فيه بل تميزت على كل الأصعدة. ودائما المرأة البحرينية تضع اسمها بحروف من ذهب مثل ما احنا نقول. ونادي أنا سعيدة جدا استضافتك في فقرتي، فقرة أنت قدها، وأنت فعلا أنت قدها، وأي امرأة بحرينية إن شاء الله في أي مجال بتكون قدها وقدها وقدها. ألف شكر لك، يعطيك العافية. ومن إنجازات المرأة البحرينية ننتقل إلى فرح جديد وإنجاز مشرف لمملكتنا الغالية على الصعيد الرياضي، حيث حقق فريق KHK إنجاز غير مسبوق بفوزه بالمركز الأول في سباق آل مكتوب لقوارب التجديف المحلية الشعبية من فئة 30 قدم في نسختها 24 يوم السبت الماضي والمقام في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك بالتنظيم من نادي دبي للرياضات البحرية. وفي المقابل حقق فريق فيكتوريز المركز الرابع في السباق بعد منافسة شرسة مع القوارب الإماراتية والعمانية، حيث قدم ممثلا مملكة البحرين مستويات مشرفة وكان متصدرين السباق منذ البداية قبل أن يختتم KHK السباق أولا وفيكتوريز رابعا في اللحظات الأخيرة. وتأتي هذه البطولة بدعم من اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي، وذلك بتنظيم النادي دبي للرياضات البحرية. تفاصيل أكثر حول هالفرحة وهذا الإنجاز الوطني المشرف ينضم لنا في الاستديو النوخذة عبد الله الحدي من فريق فيكتوريس والسكوني محمد الديري من فريق KHK. يا هلا ومرحبا فيكم، راح فيكم تواجدكم معانا، وألف ألف مبروك هذا الإنجاز. الله يبارك فيك. نبتدي معك حمد، كلنا كنا نتابع يعني تابعنا السباق ومجريات كانت شيقة في السباق وسيناريو غير متوقع صراحة، وسباقات تأهيلية كانت صعبة لما وصلتوا إلى السباق النهائي. كلمنا عن السباق النهائي وشون كان السيناريو والمنافسة، خاصة أنه بعد في منافس معاكم بحرين. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. أول شيء أشكركم على الاستضافة الجميلة. من هذا المكان أهني صاحب الجلالة على الإنجاز وولي عهده الأمين وصاحب السمو الشيخ ناصر والسمو الشيخ خالد على تواصلهم الدائم لنا من بداية المشوار لحد ما وصلنا المنصة الذهبية. أما المنافسة، المنافسة بدينا فيها من العام وإحنا حاطين تارجت أو هدف لنا هاي البطولة من 2019، من 2018 شاركنا، وفي البحرين الحمد لله أنجزنا النخبة مشاركة الخليجية وانتقلنا اليوم للإمارات، وهي ببالنا أن نوصل للمنصة الذهبية ونختم 2020 في الذهب، والحمد لله الله وفقنا وختمنا هالشيء وصلنا له. والحمد لله. اكيد انتقل لك ناخذ عبد الله، واكيد احنا نعرف عشان تدخلون هذا النوع من السباقات اكيد هناك تحضيرات مكثفه، استعدادات كثيره قمتوا فيها، فخلينا نتكلم عن نوع التدريبات اللي قمتوا فيها مع الفريق وكيف كانت اجواء التدريبات. بلا شك انه لازم التدريبات تتغير ولازم الفكر شوي يتطور، ودشينا في البداية قبل أن ندش في التجديف خذينا تمارين تقوية ولياقة مع الكابتن خاتر صاحب جيم تحت الأرض، طبعا معروف الكل يعرفه في البحرين، ما قصر ويانا والناس اللي ساندتنا وقفت ويانا ليه ما وصلنا لذي المرحلة، من ضمنها الكابتن خاتر والشيخ الوجيه محمود بعلي عندنا في الحد، ما قصر ويانا بدعم مادي، والدعم كان المعنوي والتقوية الرياضية والبدنية كان عند الكابتن خاتر، والتعليمات يعني بدنيا هالمرة أكثر، بدنيا أكثر، وشفتوا أنتوا المستوى كان يعني مستوى كان طيب من اللاعبين نفسهم. الحمد لله رب العالمين قدرنا نوصل كأول مشاركة حق فريقي أنا في فريق فيكتوريوس، حققنا إنجازات طيبة الحمد لله، بس في السباق النهائي الحمد لله ظروف السباق النهائي والله يعني احنا في البحرين خذينا تمارين توقيت، كان توقيت حتى الفريق الاول اللي داش الاول ما ياب التوقيت اللي كنا ناخذه احنا في البحرين، سبع مرات مسويينه على توقيت. تعرف عبد الله انت على حسب المايه على حسب الجو على حسب الظروف. ما كان كذي، كانت صادتنا ظروف هناك اني نبي نسوي اول تمرين تكسرون 300 ديف ونرجع ونصلح الميوديف في الورش، وني اليوم الثاني نرد 400 ديف متكسرين، فكان الوقت اللي قضيناه في ورش النجاره
اكثر من الوقت اللي قضيناه حتى في الفندق. حتى وقت راحتنا يعني انت مره كنا دقيقتين لاربع دقائق وتكسرون ميوديف ونروح. فانت ما حضرتوا صح، ما تمرنتوا صح من خلال يعني الفتره الاخيره ما كنا نقدر نتمرن بسبه الميوديف. هذه يكون شيء يعني الحمد لله على الظروف اللي صادتنا بعد مركز رابع سهل. الحمد لله. سكوني عبد الله او سكوني حمد، خلينا نتكلم شوي عن المنافسه في الشوط الاخير واللي هو كاس آل مكتوم. اكيد منافسه شرسه كانت من فيكتوريوس ومن عمان اخواننا وحبايبنا اللي دائما يدشون معاكم في الخط النهائي واللي اخطفوا اللقب من عندكم العام. فشلون كانت المنافسه وشلون كانت روح التحدي بينكم؟ بسم الله. انا اقول انا طبعا التحدي موجود الحمد لله ومتعودين عليه. 2019 دخلوا معانا في البحرين. في البحرين تو الحمد لله الله وفقنا. ايه في البحرين جماعه تحدى وقالوا نتمناكم في دبي. قلنا لهم ان شاء الله احنا قد التحدي والبحرين ان شاء الله قد التحدي. الحمد لله الله وفقنا في ذا السباق. طبعا يمكن ما حد يدري احنا كفريق كنا يعني نخفي اشياء وايد من تخصنا. هذه اشياء تكنيكيه نخصها من توقيتات من تدريبات نخش ما نصرح فيها وما نقول حق احد. الحمد لله هذه سر اللعبه يعني. وللحين ما راح اتكلم فيها لان هذه سرنا وهذه ما راح اتكلم فيها وخطته. الحمد لله منافستهم هو كفريق عريق في اللعبه. صار من 76 متاسس. احنا تاسسنا في 2018 اللعبه دخلت البحرين في 2018. اليوم احنا 2019 و2020 الذهب. ان شاء الله نستمر عليها وما في شيء صعب علينا ان شاء الله بدعم الشيوخ وقادتنا. ما شيء يوقف قدام البحرين ان شاء الله. ان شاء الله اكيد ناخذ. عبد الله يعني ذكرت قبل شوي شلون كانت الاستعدادات قبل السفر قبل دخولكم في هذا السباق، لكن بنتكلم عن روح الفريق اللي كانت موجوده اثناء السباق. شلون كانت والدعم ما بينكم وبين اعضاء الفريق كلكم شلون كانت؟ في نعرف التفاصيل اللي كانت موجوده اثناء السباق. والله يعني ناس ما قلت لك كان عندنا توقيت الحمد لله يعني ذي توقيتنا اللي كنا نجيبه في التمارين سبع مرات سبع تستات خذناها نفس التوقيت والتوقيت ذي لحم حد يابه هناك في الإمارات وكنا متحمسين حدنا حق ذي لأن التوقيت ذي مستحيل يعني أحد بيقدر يجيبه بسهولة ومتمرسين عليه سبع مرات بنفس التوقيت وكنا رايحين بكل حماسنا أن بنجيب ذي التوقيت. فصادتنا الظروف هناك ما قدرنا نتمرن وفي مقولة تقول كثرة التمارين تقلل من دماء المعركة. فإحنا صادتنا التمارين ذي القليلة فزادت دماء المعركة والحمد لله يعني يبنى. بس ما بينكم بين أعضاء الفريق شلون كانت الروح المعنوية يعني؟ الروح المعنوية والله يعني هذه أول شيء أشكر فيها ناخذ إبراهيم خليل برشيد. يعني أنتم يمكن شفتوه وايد طلع ويحمس الناس مو بس فريق فيكتوريوس الفريقين وحتى في افريقيا اماراتيه يعني دشت ويانا في الحماس دي نفسه. فما قصر ناخذه يعني بذكائه ناخذ ابراهيم خليل مدرب لياقه بدنيه معانا في الفريق. يعني ريال ذكي وعنده نفس يعني كان هو يدرب فئات قبل كره قدم فدش ويانا عنده عنده خبره في التشجيع وشلون يوصل اللاعب نفسه حق الهيئه حق السباق نفسه. زين حمد نقدر نقول ان يعني فريق كي اتش كي دائما يعتمد على هي الانطلاقه القويه في البدايه. انت تروح تنطلق بسرعه بعدين تريح على تلعب شوي على طويله بعدين ترجع في نهايه السباق تعطي اللي هي القصيره والسريعه. ما شاء الله انت عايش اجواء ويانا متابع معاكم. يعني انا تشرفت بتواجدي معاكم ومتابعه السباق عن قرب وكنت معاكم وعشت هاي الاجواء. بس انا لاحظت في هذا السباق ان انت اعتمدت اكثر على الطويله. الحمد لله. طبعا انا اول شيء بديت القوارب اختلفت عندنا. المحامل هذه اختلفت من العام للسنه اختلفت اوزانها اختلفت حتى الوزن. اي نعم اختلف الوزن اختلفت اشكالها اختلفت ميزانيتها اختلف اشياء وايد فيها تغيرت. طبعا هذه التجارب هي اللي علمتنا هذا الشيء. انا بديت يعني ما يقولون يعني بتكنيك معين انتظر صدرت السباق الحين انا لازم ارجع على اللاعبين ارجع اهديهم تريحهم اريحهم النسم مالهم ارجع العضل مالهم. فانت تمشي على الخطه على حسب السباق نفسه على حسب ما تحضر قبل. لا 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 السباق نفسه هو اللي يحكمك في الخطه.
يعني ممكن انت تكون اخر واحد لازم توصل لقدام، فلازم تضرب سريع يعني على طول. اي توصل لقدام بعدين ترجع مره ثانيه ترجع ربعك تهيئ عضلهم مره ثانيه النسا مالهم نعيد شنو يرجع مره ثانيه صحته عشان يعطيك. اذا وصلت على نفس الرتم مستحيل انسان يعطيك، يعني بيتعب اخر شيء. هذه طبعا طاقه وعضليه صح فيها استعداد، لكن كل يعني تفاوت الطاقه بين اللاعبين يخليك ترجع مره ثانيه تنزل الرتم مالك تعيد شوي ترجع مره ثانيه تواصل على رتم انه حافظ على المسافه. يعني نقدر نقول ان هذه اللعبه لعبه ذكاء اول نعم. صح. بعدين اكيد بعدين تحتاج العضل. حق العضل واللياقه والتدريبات المكثفه. يعني ما شاء الله يعني قدرتوا توصلون في هذه الجائزه، ومبروك ايضا عليكم مره ثانيه هذا الفوز، وانتم فعلا شرفتوا مملكه البحرين واحنا فخورين بهذا الانجاز اللي قدمتوه. اكيد الاستعدادات كانت كبيره وفي يعني تحديات ايضا نفس ما تفضل ناخذ عبد الله قال في تحديات، لكن انتم كنتوا قدها، واكيد احنا نبارك لكم هالفوز مره ثانيه ونشكر تواجدكم وحضوركم معنا في استديو شمس البحرين. مشكورين شكرا لكم، يعطيكم العافيه وجهزوا روحكم فريق قناه البحرين. لا الحين التحدي اصعب، الحين عندنا سكوني حازم الشيخ يقول نعم الحين التحدي عندنا نقول اصعب من، لان احنا وصلنا القمه، القمه اكيد والمحافظه عليها، المحافظه عليها صعبه، لازم نجتهد اكثر عشان نحافظ على الكاس نفسه ان شاء الله ويتم عندنا في البحرين باذن الله. باذن الله امنياتنا ان شاء الله لكم التوفيق والنجاح وبرز روحك منافس جاي ان شاء الله. ان شاء الله احنا باذن الله، واللي يتوقع ان فريق فيكتوريا سينهزم بالعكس لا بيرجع بالعكس. السنه الجايه وبياخذ المركز الاول وبنرجع باللقاء ذي، وبذكركم بنفس الكلام ان شاء الله السنه الجايه نستضيفكم ومعكم الكاس سواء كي اتش كي او فيكتوريا. اهم شيء فايزين تواجدكم، اهم شيء علم الديره يرفع في المنصه هذه، اهم شيء عند هدف الفريقين بحريني صحيح الحمد لله. يعطيكم العافيه وشكرا لكم. شكرا لكم اكيد ايمان. في الختام نذكر متابعينا ان يمكنهم متابعه هذه الحلقه من برنامج شمس البحرين بالاضافه للبث المباشر وباقه متنوع من البرامج اللي تقدمها قنوات إذاعة وتلفزيون البحرين عبر تطبيق BHTV&Radio وموقع live.bh. أكيد وصلنا للختام ساعتنا الصباحية في شمس البحرين، نشوفكم باكر في حلقة الخميس ومع السلامة. مع السلامة.